وشو؟ هاكو صاحي قدام كان على ما عم بس اشوفه وش يقول له عشان ها انزين وش يقولون اول نزل بارك الله يقول لي وش يقولون اول كلمتين بس تقول كلمتين وانا هقول على طول ما في اسئله ولا شيء ابارك لولد خالتي واقول له من هالمال ومنك العيال لا من 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 منك المال ومن هالعيال ان شاء الله الله يبارك لمحمد لا والله اخوك يعني وش اللي من هالمال من هالعيال مو منها من المال من هالعيال شعرك لا اخو احمد كمل سوالفك احمد كمل سوالفك يا تعال مبارك للابو العريس زين وابو المعرس لا لا ما اوقف اجيب العين خلاص نروح نتحدث يعني واضح الدور حسن انت عاد تشيل عني متى بتعرس؟ وش هي قصة ما اعرف المعرس لو عرفت حكيت من طرف العروس ده ما اعرفه اغتم انا والعم ما تحكي الاشارة قاضية الاشارة ابصر ايوه ايوه عيسى تركفق من برت يسمونه شي الله يطرح البركة ان شاء الله وعمام لا خلاص بتقول ايه يا ابني انت لا عقبي حبيبي لا عقبي رحم الله والديك لا عقبي انا ما اعرف اتحكي استحي اعوذ بالله انا قاعد احكم على الناس جولي بس كذي طالع الكاميرا لا الكاميرا تذبحنا حياك لا تستحي سيد عالي لميكروفون وشوفوا خلي جو العجل هذا انت مو مال ميكروفون نبارك العريس و بس انا عايز جمله مفيده ما اعرف اصبحك يا اخو قصه وجهي صراحه اخر ليل قول لي جمله مفيده عشان افهمك ان شاء الله يوميا يعني عرس حق ناكل مال بلاش كبس عليه كبس كبسنا كبس قضايا قضينا لا انا بسلم عليه واقول له دشيت قفص كلش الله يسامحك على هالقفص لا 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 الله يطلع شو من اول شيء تصير غلط منا 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 العيال منا المال ومنها الافلاس صراحه ابا حقك الشنب كهبات كهبات والله كهبات كهبات الله يطرح البركه وش اقول الف مبروك شعشع يا عمري كمان بوسه حياة سعيدة إن شاء الله. هاي ميكروفون تشاينا ها؟ أيوه. الصوت أوكي عندك؟ رحلة عرجنا. لا تبتل الشبيني لا وش شبيني؟ أنا ما كنت. الحين تهرب. أنا صار لي ساعة أهرب عنكم. أنت الحين تهرب وأنا خالدك على راحة. طالع يعرف اللي يهربون. الله يبارك ألف مبروك. وحق شكلك. اسالك المايك اوكي سؤالي سيء انا مو مال هذا ما اعرف اتحكى